ربيع القرعي عضو لجنة الإعلام الوطنية التنسيقية الوطنية الأساسية وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. أولا هاد الندوة هادي كتجي في إطار الرد على ما سمي زورا بالاتفاق ما بين النقابات وما بين الحكومة ديال عشرة دو جنبير. هذه النقابات بين آلاف الأقواس، لأن احنا عندنا واحد الخاصية. أولا الأساسدة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد باش نذكر الرأي العام ونذكر معاه الحكومة ونذكر معاه حتى هاد النقابات بأننا نحن كشغيلة تعليمية الأساسدة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لم نصوت أبدا ولم نشارك ولم يعطانا الحق في المشاركة في هذا الانتخاب ديال اللجان الثنائية وديال هاد التمثيليات ديال النقابات. هذا واحد، لأن احنا من فوج 2016 إلى يومنا هذا لم نشارك في هذه التمثيلية. هاد الناس اللي كيمثلوا هاد النقابات اللي كتمثل الشغيلة التعليمية اللي هي أصلا ليست ممثلة لها لأنها انزاحت عن المنحة التاريخي ديالها، احنا بالنسبة لنا ما شاركناش في هاد التصويت ولم يعطانا هاد الحق ولم نشارك. إذن كيف تمثل كنقابات أنت لم تصوت عنها ولم تختارها؟ ما اختاريتيهاش. وهاد التصويت هذا على هاد النقابات هادي خصو مراجعة، لأن كيف الناس عندهم غير الكراسي، الناس ما بقى عندها والو، ما عندهاش حتى المكاتب ديالها. الشغيلة التعليمية اليوم تتبرأ من هذه النقابات أولا ثم من هذه الحكومة ثانيا. لماذا تتبرأ من النقابات؟ النقابات كان دائما وأبدا هي الذراع، هي المرافع للشغيلة التعليمية، ولكن من انزاحت على الخط السياسي ديالها ومني ولات هي شريك ديال الحكومة، عوض ينزل رئيس الحكومة ويدير ندوة صحفية أو وزير التربية الوطنية ويوضح المخرجات، اكتفوا هما بالنقابات. النقابات اللي ولات كتقوم بالدور، وهذه خيانة ما بعدها خيانة. هذه خيانة أولا المسار التاريخي لهاد النقابات، وخيانة ماشي غير المسار التاريخي، خيانة حتى الشغيلة التعليمية. لأن هاد مني كيحصروا أن الأستاذ خرج في هاد الإضرابات من أجل ديك الزيادة البائسة، هنا كيحاولوا يختزلوا القضية كلها في دريهمات. الأستاذ خرج في هذه المعركة التاريخية، خرج من أجل الكرامة، خرج من أجل مدرسة عمومية مجانية لجميع أبناء المغاربة، خرج لأن تلميذ اليوم هو موظف الغد. دائما وأبدا عبر هذه الاتفاقات ديال الحكومات ما عمرو كان أبدا الالتزام. نشوفوا الاتفاق ديال 2011، اتفاق ديال 2014، النظام الأساسي ديال 2003 ومجموعة من المراسيم اللي فيه لم يتم الاستجابة إلى ولم يتم تنزيل ديال أي اتفاق. إذن جميع الحكومات بما فيها هذه الحكومة، هذه الحكومة الخاذلة للمغاربة أولا، الخاذلة للشغيلة التعليمية، ارتفاع صاروخي في الأسعار. اليوم أصبح المواطن البسيط لا يستطيع أن يلج سوق الخضار. عار حشومة أنك تصرف بسخاء، راه ماشي مشكلة تطور الرياضة في البلاد، ولكن شوف التعليم هو الأول، راه تعليم الأجيال قبل المونديال، راه لأن الأجيال اللي ما علمتهاش ربيتها على القيم راه غتخلق الجريمة في البلاد، راه غيولي عندك الاغتصاب، راه غيولي عندك اللا أمن، راه غتولي عندك مصائب كحلة. بالتالي هاد الاستجابة للصناديق ديال النقد الدولي اللي كتغير هاد السياسات العمومية في البلاد راه غادي لواحد المنحدرات خطيرة جدا. ونحن كشغيلة تعليمية راه لا يمكن أن نتلازل أبدا إلا بحوار جدي ومسؤول، وهذاك التجميد ديال النظام الأساسي اللي البارح أدر دور كيخدم به. احنا مازال كنهضروا على الاتفاقات ديال الحكومة مع النقابات، البارح أدر دور كيخرج واحد القرار ويستند إلى النظام الأساسي هذا ديال 2023. البارح المديرية ديال القنيطرة خرجت واحد القرار واستندت لهذا النظام الأساسي. إذن واش نتوما حكومة مؤسسة ديال الدولة وحكومة عندها قرارات، أو لا حكومة ديال الدراري الصغار؟ البارح كتقول جمدتي، مع العلم أنه ليس بمصطلح قانوني، ما كاينش ما يسمى بالتجميد، كاين ما يسمى وكتجي بعض النقابات اللي كتشرح كيقول لك حنا ضاع الحق ديال التلميذ ما بين التجميد والتغليظ. أسيدي هذه راه مصطلحات قانونية، هذا قانون في البلاد. اليوم كنقولوا بأن الدور الأساسي هو ديال جمعية الآباء، لأن اليوم لأن حتى هي شريك، كنا كنتسناوها أنها الدافع،
ولات حتى هي شريك. لماذا؟ لانها ملي كتخرج بقرار ديال الحكومه وكترافع راه كنقولوا لماذا كل ذاتكم راه ما وليداتنا. بالتالي كاين جمعيات ديال الاباء واولياء التلاميذ اللي ما بقاتش عندها الصفه القانونيه. ملي كتلقى واحد ولا جد واشنو غادي، لان كاين الاحفاد ديالك تما. حتى هاد الناس اللي في النقابات راه كاين الناس اللي متقاعدات، كاين الناس اللي كتقلب على التفرغ، كاين الناس اللي كتقرب على مصالح شخصيه. وبين هذا كله هو ذاك يضيع قطاع التعليم. اذا اللي خص دابا هو حوار جدي ومسؤول مع الناس ديال الميدان. ها هما النقابات، هما درتو معاهم المخرجات ووقعتو معاهم، ها الاضرابات باقي. اذا شكون اللي عنده القرار دابا؟ تنسيقيات، خصك تريح مع التنسيقيات. النهار الاول من اجل سحب هذا النظام الاساسي، وقلنا هذا النظام الاساسي راه جاء ليضرب في العمق المكتسبات اللي كاينه داخل طبعا المدرسه المغربيه العموميه. هذا النظام الاساسي ومعايا السي ربيع هو خارج الوظيفه العموميه، يعني لم يضمن الادماج المباشر في اسلاك الوظيفه العموميه. دابا حتى الحكومه شو تتقول؟ تتقول الادماج في النظام الاساسي. شو هو النظام الاساسي؟ مجرد وثيقه تنظيميه اللي كيسمى نظام، تتنظم العمل ديالنا وتتحدد له المهام والواجبات وافق الترقي. ولكن وحتى ما تقراه تتلقى فعلا هناك تمييز بين فئتين، الفئه السابقه التي تعتبر من المرسامين والفئه الجديده التي تعتبر من الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. اذا اول شيء هذا النظام راه خارج اسلاك الوظيفه العموميه بشهاده النظام نفسه وبشهاده الوزراء نفسهم. عاد ندوزو لتحسين الاوضاع الاجتماعيه والماديه، فعلا خاص فعلا تحسن اوضاعهم، ماشي بالفوتات ماشي بالضحك على الدقون. دابا انا كما قلت لكم الا راه الزياده الاضعف والادنى اللي دارت هذه سنتين هي اللي كانت عند الاساتذه وعند النساء ورجال التعليم. دابا هما سخيين مع كل شيء، تتوصلوا عند الاساتذه عاد تولي الحساب ديال الحانوت. وطبعا تنقولوا الملفات العالقه اللي فيها ضرر لا للناس اللي مزاولين ولا الناس اللي تقاعدوا. راه عندنا الناس تقاعدوا ب 1500 درهم ديال التقاعد، عندنا الناس عندهم مشاكل اجتماعيه، عندنا الناس عندهم امراض مزمنه. لذلك انا تنقول كان من المفروض الاستجابه لهذه المطالب. راه ما تنتكلموش حنا غير على هذيك، دابا الناس دابا هما شنو بغاو يختازوا الملف، وهذا من للاسف حتى الطريقه والمنهجيه وحتى الظلم تتعرضوا تيجعلنا ان هما شنو وقع. ملي وقعوا الاتفاق جاو الاعلام العمومي كلهم، وهذاك الاعلام العمومي المفروض يكون فيه الراي والراي الاخر، وجاو تيتكلموا غير بالمقاربه ديالهم. راه الاخبار ديال 8 ونص راه الاساتذه وعموم نساء ورجال التعليم كانوا يطالبوا بالزياده، حنا زدنا 1500 درهم وتعتبروا زياده تاريخيه وغير مسبوقه. دابا للاسف كما قلت ما نختزلوش هذا الهبه وهذا الحراك اللي خرجنا من اجله فقط في هذا 1500 درهم. حنا كما ذكرت خرجنا من اجل كرامه، من اجل العداله، من اجل كما قلت السحب هذا النظام الاساسي اللي قد سوف جاء ليوجد على ما تبقى من المكتسبات طبعا في هذه الوظيفه العموميه والمطالب الاخرى، لانه جاء ليشقى كاهل الاساتذه بعديد المهام، لم يراعي الساعات العمل، الساعه التضامنيه، طبعا سطر صفحه ونص من العقوبات توضع لهنا الاشاره طبعا لتوجه وتكون بمثابه واحد السيف مسلط على رقاب نساء ورجال التعليم. وطبعا فيه بعض مجموعه من المواد اللي هما ما تهموناش كنساء ورجال التعليم، ولكن طبعا في اطار التضامن مع ابناء المغاربه. هذيك ديال 30 سنه ما محلها من الاعراب تبقى في هذاك النظام الاساسي. وكاين مجموعه من المقتضيات الاخرى، والاخوان ديال اطر الدعم اللي هما حاسبينهم الوزاره مع الهيئه ديال التربيه والتعليم، واللي الان يتم تكليفهم باش يقوموا بالمهام ديال الاداره التربويه الحراسه العامه، وخدموا 38 سنه بحالهم بحال المضاد المؤسسات، وهو تيتخلص وهو داخل وفق واحد التكوين ديال الدعم الاجتماعي والنفسي. لذلك وحتى في النظام الاساسي بالمهام ديالهم القيام او مساعده في اعمال الاداره، وهو داخل في المهام او في يعني في الهيئه ديال التربيه والتعليم كاستاذ. سعيد النخلي يعني التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المكلفين خارج اطارهم الاصلي. اولا لابد من تبيان يعني السياق العام اللي جات فيه هذه الفئه. يعني هنا اساتذه ديال الابتدائي والاعدادي استعنت بهم وزاره التربيه الوطنيه من اجل تغطيه الخصائص الحاصل في الثانوي لاعتبارات كثيره، يعني التقاعد واني اخيرا يعني مغادره الطوعيه الى غير ذلك. بمعنى اننا كاساتذه اشتغلنا خارج اطار اصلي لمده تفوق عن 20 سنه، واخيرا يعني جاء الفرج بين قوسين في اتفاق ديال 18 يناير 2022 مرسوم اللي كان ملغوم، مرسوم يعني اللي لم يكن يرقى الى تطلعات اساتذه هذه الفئه، مرسوم اللي جاء شروط يعني مجحفه، شروط ما كتنصفش. ومن هذه الشروط ان الاستاذ عندما يغير اطاره يفقد سنوات الاقدميه في اطاره الاصلي
تفوق 20 سنة و 22 سنة وتمنح له سنتين جزافيتين، بمعنى أنه أمامه تغيير، أمامه خارج سلم، خارج سلم، هو بين اختيارين، إما يغير إطار وتعطى سنتين جزافيتين وينتظر، وينتظر ثلاث سنوات يدخل تسخيف في إطار الثانوي، أو أنه يمشي إلى التغيير إلى يعني الخارج السلم. طبعا المطالب المادية هذا هاجس كل 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 أستاذ. أعتقد أننا غادي نفضلوا أننا نبقاو في أديانا ونمشيو إلى خارج السلم، أو لا 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 من تغيير إطار. عندنا أساتذة عندهم 22 سنة في السلم 11، أساتذة عندهم 10 سنوات في السلم 10، بالتالي أنه إلى قاربت الوزارة الملف ديال هذه الفئة بناء على 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 مخرجات ذلك المرسوم، فإننا سنكرس ضحايا جدد، ضحايا جدد، بالتالي أنه سيستمر الغليان في قطاع وزارة التربية الوطنية. لا بد أن تكون الوزارة واعية بهذه الأمور. الوزارة الآن تبحث عن حلول من أجل تصفية أجواء، ومن أجل يعني إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية، إعادة الثقة للأساتذة، لكن لم يقع هذا إلى حدود الساعة. إذا مشينا أيضا إلى اتفاق ديال 10 جانبير اللي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو اتفاق مجحف، اتفاق لم ينصف كل الفئات، اتفاق يعني جاء لبعض الفئات الخاصة وأقصى فئات أخرى ورمى بملفاتها إلى النظام الأساسي، وهذا يعني نرى أنه ليس من الإنصاف وليس من العدل أن الأستاذ يشتغل خارج إطار ديالو 20 سنة ويزيد، وفي الأخير يجد نفسه بين نارين، إما تغيير الإطار وفقد الأقدامية العامة، أو يعني الانتظار يعني الولوج إلى خارج السلم، وهو مطمحه أن يلج إطار ديال الثانوي ترتوي. ملف المكلفين خارج إطار المصري ملف واضح في 4 ولا 5 ديال النقاط. النقطة الأولانية، أولا أجرأت يعني المرسوم ديال اللي كان موضوع اتفاق ديال 18 يناير 2022 وإخراج المذكرة المنظمة لتغيير الإطار، لازم نحسها ننتظر هذه المذكرة التي يعني هي الآن حابسة رفوف وزارة التربية الوطنية، ويعني ربما أنه تزايد بها وزارة التربية الوطنية مع أطراف أخرى إلى غير ذلك. ثم أيضا مطلبنا هو الاحتفاظ أيضا بالأقدامية العامة في الإطار الجديد، في إطار جديد، يعني لا يمكن للأستاذ أن يفقد يعني أقدميته العامة، وبالتالي يعني يجد نفسه كما قلت سابقا بين نارين، يا إما اختيار إطار جديد والثانوي وبالتالي يعاود أزيرو، أو أنه يمشي خارج السلم، ومطلبه الأساسي هو تغيير الإطار إلى الثانوي. أيضا من المطالب ديالنا وهو أن الأساتذة يطالبون بتعيينهم في مناصب الشغل من الآن، أو على الأقل في الحوض التربوي اللي كيشتغل فيه الأستاذ، أو بناء على رغبته الخاصة، لأن الوزارة إذا ما قاربت هذا الملف واعتبرتنا أننا جدد أو خريجين جدد، فالأمر يعني تعيين جديد، والمناصب الشاغرة غالبا تكون خارج يعني المدار الحضاري، وبالتالي معاناة جديدة. تحياتي. عريبو كريمة، عضو المجلس الوطني للمقصيات والمقصيين من خارج السلم. نحن هنا لنعبر على الاحتجاج ديالنا على مخرجات الحوار التي لم تكن منصفة ولا محفزة، بل زادت من تعميق الجروح بالنسبة لفئات عديدة من الشغيلة التعليمية. نحن لم نطالب بالرفع من الأجور، بل كنا نطالب بإنصاف المقصيين والمقصيات من خارج السلم وجميع الفئات ضحايا التهميش وعدم الإنصاف، لكن مخرجات الحوار ركزت على الأثر المادي وحددت الزيادة في الأجور في 750 درهم على سنتين، يعني 1500 على سنتين، ونقول لهم أن هذا المبلغ حبذا لو سجلتم المقصيين والمقصيات وسجلتم هيئة التدريس في السجل الاجتماعي لأنكم تعدونهم من الفقراء، المبلغ جد زهيد، وهذا ضحك على الدقون.
بماذا نطالب نحن؟ نطالب بالأثر الرجعي بخارج السلم، بأثريه الرجعي المالي والمادي على أرضية 26 أبريل 2011. نحن التزمنا الصمت لمدة 20 سنة ولم نحتج، نحن لسنا فوضويين، وقابلنا تمطيط الوزارة والنقابات، قابلنا تمطيط والالتفاف حول حقوق الشغيلة بالصبر، لكن فوجئنا بحوار لا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، ونطالب بسحب النظام الأساسي لا بالتجميد، لأن مصطلح التجميد لا يوجد مصطلح تجميد في القانون. نطالب بسحب النظام الأساسي وإلغاء العقوبات الزجرية والمهام الإضافية التي أثقلت كاهل الشغيلة التعليمية. فالمطالب ديالنا واضحة، هو سحب النظام الأساسي وإنصاف الشغيلة التعليمية والرفع الحيف الذي طالها منذ سنين، وإقرار خارج السلم بأثريه الرجعي المالي والمادي على أرضية 26 أبريل، ولا بديل عن تنفيذ اتفاق 26 أبريل بأثريه الرجعي المالي والمادي. وتحية نضالية. أحباب المنسق الوطني للمتقاعدين ومتقاعدات قطاع التعليم بالمغرب، اولا كنشكر جزيل الشكر وسائل الاعلام على التتبع ديالها والمواكب ديالها لهذا القطاع الحيوي والاجتماعي بامتياز. هذه الندوه الصحفيه اللي درتها التنسيق الوطني، حنا جزء لا يتجزا منها كمتقاعدين ومتقاعدات قطاع التعليم المغرب، احتجاجا على المخرجات اللي خرجت بها الحكومه، وتم اقصاء ممنهج ومتعمد لفئه عريضه وهي فئه المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب، اللي ضحات في الحقيقه بالغالي والنفيس، وكذلك افنت شبابها خدمه للناشئه عماد الوطن وكذلك للوطن. اذا نطالب وبالحاح التدخل ديال رئيس الحكومه، ان اللي خصو يجلس على طاوله الحوار هو ممثلين ديال التنسيق الوطني وليس النقابات التي لا تمثل الا نفسها، لان اللي دعت الاضراب الاضراب الوطني للتعليم هي التنسيق الوطني، هي التنسيق الوطني لقطاع التعليم وليس النقابات. اذا باش نخرجوا من هذه الازمه واللي كتخبط فيها المدرسه العموميه وضياع الملايين ديال الساعات ديال التلامذ، هو الرجوع للاصل. الاصل هو التنسيق الوطني اللي دعا للاضراب، اذا باش يحل هذه الاشكاليه بصفه نهائيه. حنا كمتقاعدين ومتقاعدات مازال متشبتين باتفاق ديال 26 ابريل 2011 اللي في الحقيقه اللي كان تعهدت والتزمت فيها الحكومات السابقه في عهد ديال عباس الفاسي والحكومات اللي المواكبه. اذا على الحكومه ان تلتزم بوعودها، لان الحكومات كتمشي وتجي، ولكن الالتزامات والتعهدات خاصها تفي بها هذه الحكومه هذه 26 ابريل 2011، لان حنا كنعتبروا ان زنزانه السلم 11 اللي بقاو فيها نساء ورجال التعليم سواء المزاولين والمتقاعدين اكثر من 10 سنين، وكتجي هذه الحكومه هذه كتضرب كل شيء في الصفر، وكتجي كدير الاتفاق السلم 11 اخر سلم في سميتو اخر درجه في سميتو في 2023. اذا هذا العبث، هذا في حقوق في الحقيقه، لان كنا كننتظروا ان هذه المخرجات اللي خرجت فيه الحكومه في 10 دجنبير اللي كيتزامن مع اليوم الوطني اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان تنصف هذه الفئات هذه بما فيها المتقاعد والمتقاعدات، ولكن كل هذه الحكومه هذه في الحقيقه ضربت كل شيء في الصفر. اذا لابد من انها نطالب بالحاح انها ترجع للصواب وتجلس مع الممثلين ديال التنسيق الوطني. وتحيه.